السلام عليكم. اليوم عندنا هوندا كورد 2022، اريد اشوفكم مشكلتها شنو. هي حاليا جاي تقرا مشكله بالاي بي اس، مشتغل بالبريك سيستم، طبعا تشيك انجن ايضا مشتغل، بس احنا مشكلتنا الاساسيه حاليا الاي بي اس، نظام الاي بي اس متوقف بالكامل. التشيك انجن هذا حساس حراره الثاني، يعني بشخصين او بين ما يتصل قطعات وغيره. بس حتى اشوفكم هذا الكود واشوفكم التشخيص مالته، هسه انا دخلت عليها بالجهاز، هسه راح ادخل على الاي بي اس. هذا هو الاي بي اس او الفيكل ستابيليتي اسيستنس. هذا طبعا جزء من نظام الايموبلايزر بالهوندا، يعني لازم يتبرمج ويا السياره حتى تشتغل السياره. هسه الكودات طبعا هو هذا الكود قرأ ثاني اللي هو C44. هذا هو الماستر سلندر برشر سنسر فيلر، هذا هو حساس يصير بداخل الاي بي اس. هذا الحساس يعني مسؤول يقيس الضغط اللي جاي من الماستر سلندر، هذه الدواسة مالت البريك راح يقيس الضغط مالتها، يعني يقيس الضغط البريك بوستر، خلينا نقول العنبار احنا نسميه. فهذا الحساس يصير بي البنات مالته تصير مربوطه بشكل فلات فليكس كيبل، يعني فهذا الفليكس كيبل مرات ينقطع، يعني ضرر ميكانيكي يصير بي. هسه ان شاء الله راح نشوفكم الفتح مالته والتصليح، بس حتى للتاكيد راح ادخل على اللايف داتا واشوف قراءه هذا الحساس. يوم تطلع لي نوت اسوشيتد هنا، هسه من اجي عليها هذا هو، يعني قليلي بالسالب، يعني اكو قراءة بالسالب وهاي قراءة خطأ، حتى اذا اضغط هنا أنا بالدواسة كل شي ماكو. هذه هي المشكلة الاساسية، ان شاء الله راح نطلع برا واشوفكم. هذا هو الاي بي اس، فتحته هذا كليته. المشكلة كانت انه هذا الكارت يعني ما قاعد بمكانه، فالبنات اللي هن مالات الحساس طبعا يصير مدمج بهذي، يعني الحساس يصير مدمج بهذا البلوك هذا اللي هي مال هيدروليك، وهذا الكارت واحد. هنا عندنا نقاط التلامس اللي هي البنات يصير على شكل سبرينج، يعني قبل بالهوندا هاي كانت تجي على شكل فلاتة، شلون الفلاتة مال الشاشة مال الموبايل او لابتوب، يعني كانت دائما تعطل يعني ونضطر نبدل الاي بي اس. بس بهذا الموديل لا، حسنوا هاي الشغلة، صارت اكو هنا سبرينجات، بس هذه كان يعني ما قاعد بمكانه، فشان تقرا الضغط يعني بالسالب ما موجود. فان شاء الله هسه راح نكمل نقفلها ونبرمجها. السلام عليكم، نكمل وياكم الفيديو مالت الهوندا. هاي هسه رجعنا لها، هسه اذا اشوفكم هذا البريك برشر، هذا اللي كان يقرا بالسالب 17، هسه حاليا يقرا 0 بار. من اضغط بريك يقرا 23 38 41 بار، ممتاز طبيعي حاليا. فهسه راح اشوفكم العطل اللي لقيته، طبعا هو عطل بسيط بسبب الحادث، بس حتى للفائده.